الخير على احلى مشاهدين لقناه بيت العيله واكلات نرمين. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسفه طبعا طولت عليكم، بس كان عندي ظروف، بس الحمد لله اشكر ربنا عدت على خير. النهارده وانا بودي ولادي بناتي المدرسه شفت موقف غريب جدا، عايزه اقول لكم يمكن عصبني قوي قوي، وده اللي خلاني اعمل لكم الفيديو بتاع النهارده. طبعا كل ام، بصوا انا مش عايزه احرق لكم الموقف اللي انا شفته، هتشوفوه معايا دلوقتي. في بدايه الفيديو افكركم باللايك والشير والسبسكرايب، زي انتم جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين، ما تنسوش تشتركوا في القناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك اذا الفيديو عجبكم. يلا بقى مع بعض نشوف ايه هو الفيديو اللي انا طالعه لكم بيه النهارده. للصبح وانا بودي بناتي المدرسه شفته، يعني شفت ام بتعمل الموقف ده، عايزه اقول لكم عصبتني جدا جدا لدرجه كنت عايزه اقول مش عايزه اغلط. تعالوا مع بعض نشوف ايه هو الموقف اللي انا شفته وعصبني. يلا بينا. زي ما انتم شايفين معايا حله هغسلها، ما نجيب المواعين من اي حته في المطبخ، لازم نشطفها الاول. ومعايا ده بنجر انا بجيبه بشيله في الفريزر، منين ما عاوزه بيبقى جاهز، ما بيحصلوش اي حاجه خالص. بتجيبيه تشطفيه تحت الحنفيه ويتنشي فيه كويس، وتحطيه في اكياس وتشيليه في الفريزر. انا هاخد واحده بس واربط الباقي تاني وارجعه الفريزر تاني. البنجر يا جماعه مهم جدا جدا جدا، ارجعوا لفيديوهاتي القديمه هتلاقوني متكلمه باختصار شديد عن البنجر واهميته، مهم جدا 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 لولادنا. دي بنجرايه متقلقوش من اللون الاحمر، عايزه اقول لكم ما بيعملش اي حاجه خالص في الايد. هاخدها اشطفها تاني واقشرها كده بالسكينه، هي لما بتبقى متلجه كده القشره بتتشال بمنتهى السهوله، يا دوبك باخد بحرف السكينه ولا القشره اتكرت معايا. اهو نهتم قوي ان احنا ندخل البنجر في اي حاجه. هقشرها زي ما انتم شايفين كويس جدا كده، اهو بصوا اللون الاحمر ما تقلقوش منه. وهشطفها تاني، يا اوريدي نظيفه، بس هو انا عندي حساس ان انا اغسل حاجه مره واتنين وعشرة. اهو هشطفها، اي حته انت حاسه ان هي مش عاجباكي شيليها بالسكينه. دي ميه ساقعه عادي خالص من الحنفيه، هحط فيها البنجرايه بتاعتي، وهقيد البوتاجاز واحط البنجرايه تتسلق. تمام لحد كده؟ طيب انت يا نرمين لحد دلوقتي ما قلتلناش انت هتعملي ايه. يا جماعه انا هعمل رمان. بصوا ده رمان كان بقاله عندي كام يوم، زي ما قلت لكم انا كان عندي ظروف فمركون عندي، يعني اللي هو ما كنتش قادره اقوم اعمله يعني، فهتلاقوه دبلان كده وفي بايظ، بس مش مشكله مش هنرميه، لا هشتغل بيه في الطريقه اللي انا عايزه اقول لكم عليها دي. بصوا بقى انا بقطعه زي ما انتم شايفين، الحتت اللي انا كنت بشاوركم عليها دي بقطع فيها بالسكينه كده زي ما انتم شايفين. اهو بصوا وابتدي اعمل كده واشيل القلب، اهو اتاكد ان هو ما فيهوش رمان. دي اسهل طريقه ممكن تفرطي بيها رمان، ان شاء الله يا رب تفرطي 10 كيلو. هعمل معاكم واحده تانية برضو، اهو بقلبها بقى على ايدي بعد ما اشيل القلب، هقلبها على ايدي كده وامسكها كويس، وبالسكينه هبتدي اخبط عليها. عايزه اقول لك كل اللي فيها ينزل، يعني ممكن يتبقى كام واحده كده، هنبتدي ننزلهم بايدينا. دي اسهل طريقه ممكن تعملي بيها تفرطي بيها الرمان، مش بياخد معاكي وقت خالص وبيخلص بسرعه. طبعا لو انت بتفرطي لقيتي واحده بايظه مش عاجباكي شكلها شيليها كده يعني. بصوا الرمانيه طلعت فاضيه خالص، بس زي ما قلت لكم بيبقى فيه كام واحده كده مش راضيين ينزلوا، ببتدي اشيلهم بايدي وهكمل الرمان بتاعي كله كده. الكميه بقى المناسبه معاكي، هاتيه عايزه تعملي كيلو 2 كيلو 10 كيلو اللي يريحك اعمليه. واحده تانية برده، بصي بنقطعه ازاي، من عند الحتت البيضه دي بنعملها زي ورده. اهو بصوا شيلي القلب، اتاكد ان ما فيهوش حاجه، وراعي وانت بتعملي الرمان ما تكونيش لابسه حاجه فاتحه لان الرمان بيبقع، يعني لو حاجه مثلا غامقه سمراء او كحلي يبقى احسن عشان هدومك ما تبقعش، يعني خساره. وابتدي انفضه كده، اهو برضو هغسل ايدي. طبعا الرمان لما بنشتريه من الشارع ما تقوليليش بتاع المحل هيغسل الرمان وكل شويه هيغسل ايده وهيحط لك فيه بنجر، هيحط لك فيه لون وايده زي ما انتم شايفين البنجره استوت، خدتها. مش هنرمي ميه البنجر، عشان كده انا بتاكد من غسيل البنجر كذا مره لان انا مش هرمي ميته. هاخد البنجره، طبعا هي سخنه جدا زي ما انتم شايفين مش عارفه امسكها، لو انت عايزاها تهدى شويه سيبيها تهدى، بس هو انا عشان الوقت عندي يعني عايزه اقول لكم بالسحتوفه، فعايزه انجز في الوقت. قطعتها زي ما انتم شايفين، وهدلق الميه عليها، دي ميه البنجر.
بالهاند بلندر، ما عندكيش هاند بلندر حطيها في الخلاط، بس اصبري شويه لما تبرد عشان الخلاط ما يبص، عشان مش الخلاط يبوظ وتقولوني ارميني السبب، روحي يعني ارمين انت السبب واستنى الخلاط. لا، لو هتحطيها في الخلاط استني لما تبرد تماما، مش في الخلاط وعندك هاند بلندر زي كده اشتغلي وهي سخنه فيهاش اي مشكله. هضرب طبعا البنجرية بتاعتي كويس جدا جدا اهو. حابين في الخطوه دي بقى تحطوا سكر او عسل ابيض حطوا، بس احنا شخصيا هو البنجر اوريدي بيبقى مسكر شويه، انتوا حابين تزودوا بقى من عندكم سكر او عسل ابيض على حسب التحليه اللي تحبوها مفيش اي مشكله حطي، بس انا ما حطيتش. طبعا هصفيه كويس، رجعته تاني في الحله بعد ما شطفت الحله وشطفت الطبق، هغسل الحاجه بتاعتي. وانت واقفه كده اول باول تبتدي تخلصي حاجتك، بالذات الصبح لو وراكي بقى مدرسه ودروس والدنيا دي كلها، اللي هو ايه يعني ما تركنيش حاجه. القماشه دي على فكره يا جماعه نظيفه، انا عاملاها مخصوص للرخامه، انشف بيها الميه والكلام ده كله. وارجع اغسل ايدي تاني، وهاخد بقى اجيب مصفى اصفي البنجر تاني بعد ما ضربته بالهاند بلندر، علشان بيبقى فيه شوائب زي ما انتم شايفين كده. صفيه كويس قوي عشان طبعا لما نيجي ناكل ما نلاقيش فيه حاجات في بقنا كده واطفالنا يبقوا مش مؤذين. بعد ما صفيته كويس هجيب طبعا اي معلقه عندك، مش شرطي زي اي حاجه، هبتدي اصفي كويس جدا. وبرده يا جماعه لما تيجي تجيبي اي حاجه مركونه في المطبخ تاكدي ان انت شطفتيها كويس. هصفيه زي ما انتم شايفين اهو كويس جدا. عايزه اقول لكم البنجر ده فيه كميه فوائد بجد حلوه جدا. هاخد بقى الحاجات دي كلها واحطها على الرمان اللي انا عملته اهو، بقى زي بتاع المحلات العصير ولا لا، واحلى وانضف واطعم. وبتاع العصير مش هيعمل لك بنجر، حط لون واقلب وسكر والدنيا بقت بزراميط. دي كوبايات تتباع في اي سوبر ماركت، موجوده بوفره جدا الايام دي عشان خاطر المدارس. تعملي بقى وتحطي فيها لو متوفرة عندك، مش متوفرة في كوباية في علبة بلاستيك صغنونة كده، ابنك ياخدها وهو نازل، بنتك تاخدها وهي نازلة، وهم رايحين دروسهم تديها لهم، وهم قاعدين بالليل بيذاكروا تديها لهم، ابنك عمل حاجة حلوة في المذاكرة اديله كوباية. عايز اقولك هيفرح جدا جدا وتبسط بيها. وبأكد كل على كل ام يا جماعه بالراحه على اولادنا واحنا بنذاكر لهم، اولادنا بعد غياب يمكن سنتين تقريبا عن الدراسه فلسه نازلين، فالعيال خايفه، فبالراحه عليهم، حاولي تديهم امان وثقه في نفسهم. اهو بصوا الكوبايه شكلها عامل ازاي، تحفه. ابنك او بنتك هما بيذاكروا بالليل، حاسه ان ابني او بنتي كويسين جدا، اكافئه واديله كوبايه، خدي حبيبي عشان انت كنت كويس. عايز اقولك هيطير من الفرح بحاجه زي كده، وهو نازل الحضانه، وهو نازل المدرسه، وهو جاي اي وقت بقى. المهم عملنا حاجه في البيت بقى اقل التكاليف، وسيبك من الفلوس، انا يعني مش بتكلم على الفلوس خالص، انا بتكلم عن نظافه وحاجة آمنة لينا كلنا، ليكي انتي قبل ما يبقى لطفلك. بجد جميلة جدا، حلوة قوي قوي. اتمنى كل ام حاولي تقدري تكوني مش هقولك اقتصادية وبلا بلا بلا والكلام ده كله، لا، حاولي احافظي على ولادك. بس ده كل اللي اقدر اقوله، والفيديو كان بسيط جدا النهاردة، ويا رب تكونوا قدرتوا تطلعوا مني بحاجة. تاني بعد ما عملنا مع بعض عصير الرمان اللي بيتباع في الشارع وفي محلات العصير، ده الموقف اللي شفته الصبح. عايزه اقول لكم ام جايباها لابنها، وكل يا حبيبي وكل يا بابا، وهي حاسه بقى ان هي موجبه مع ابنها وعامله معاه الواجب الصح على الصبح. طيب انت عارفه اللي قشر الرمان ده ايده شكلها ايه؟ الرمان قبل ما بنشتغل فيه بنغسله. الكوبايات دي رخيصه جدا جدا جدا، ونازله بكثره في السوبر ماركتات وفي اي محل عشان خاطر المدارس. يعني انا مش فاكره جايباهم كلهم على بعضهم بسبعة ونص او بعشرة جنيه، يعني هنقول يا ستي بخمستاشر جنيه هتعملي كل يوم لابنك وهو نازل المدرسه او وهو جاي من المدرسه، وتاخديها في ايدك وانت نازله رايحه توديه للدرس. انما من الشارع ازاي ومن محل العصير ازاي لما احنا في كورونا وبنحاول نقي نفسنا ونقي ولادنا من اي حاجه. بجد عايزه اقول لكم انا اتعصبت جدا، كنت عايزه اروح اقول لها تعالي انت بتعملي ايه، وكلي يا حبيبي واشربي يا حبيبي، الكوبايه اصلا فيها شويه ميه ومليانه كام حبه رمان. طب انا عارفه اساسا الراجل قطعه ازاي، غسله قبل ما اشتغل فيه،
ما عملش اي حاجه. يا جماعه اولادكم دول امانه في ايديكم، ربنا مديهالنا امانه بعد عمر طويل لكل ام فينا. يا رب يا ربنا يديكي يعني سنين مديده وعمر طويل، ربنا هيحاسبك على اولادك، هيقول لك انا مديكي امانه، حافظتي عليها، عملتي فيها ايه. انما انا عارفه ان انت بتبقي شايفه ان انا كده ببقى عامله الصح مع ابني او بنتي، الصبح هو رايح المدرسه او هو راجع من المدرسه عايزه اكافئه عشان عمل حاجه كويسه في المدرسه فاجيب له عصير. انت مش بتكافئيه، انت بتضريه وانت مش عارفه. طب انا وانا وانت برضو جايه او انت رايحه السوق هتجيبي 2 كيلو رمان، كيلو رمان زي ما ظروفك تسمح لك. ما عندكيش الكوبايات دي مش مشكله، انا ممكن اعمله في طبق، بس انا طبعا طالعه بالكوبايات عشان اوريكم العصير بتاع محلات العصير عامل ازاي. ظروفك سامحه تجيبي الكوبايات خير وبركه، مش سامحه يا ستي في كوبايه الشاي اللي بنشرب فيها شاي هتحطي لابنك شويه رمان، بس كوبايه شفافه، واحط له شويه زي ما انتوا شفتوا عملنا عصير البنجر. طبعا في محلات العصير مش هيعملوا عصير بنجر، ده لون وحط واقلب يلا يا معلم واشتغل يلا، هما مش خاسس عليهم حاجه. ابنك بعد ما يشرب بقى يا بطني يا بطني، ونروح للدكتور ونفتح على نفسنا فتحه طب وليه. انا طبعا اسفه على الكلام اللي انا بقوله ده، بس بجد عايزه اقول لكم الموقف عصبني جدا وضايقني قوي. يعني ابسط حاجه مش مستاهله ان انا هروح اشتريه من الشارع. اعملي يا ستي حطيه في طبق، خدي يا حبيبي كل، خدي يا حبيبتي كلي، وهو بيذاكر هدي له كوبايه. انتي جوزك اي حد عايش معاكي في البيت، الموضوع مش صعب ومش سهل، احنا اللي بنقزم الدنيا على نفسنا. طبعا انا اسفه كتير، بس انا حبيت اطلع بالفيديو ده مخصوص عشان اوريكم ان هو لا مكلف ولا متعب ولا اي حاجه خالص. اتمنى بجد كل ام حاولي حاولي على قد ما تقدري ما تشتريش حاجه لاولادك من الشارع. حاجه الشارع مش نيقه قوي يعني وجميله لا، زي ما انتوا شفتوا انا دي شاليموهات على فكره قديمه عندي، انا لما بجيب اي حاجه والاقي فيها حاجه عجباني بغسلها واشيلها، اكيد اكيد هيجي لها وقتها. كوبايات برضو عايزه اقول لك في المقاس الاصغر من ده وفي المقاس الكبير وفي اكبر، اللي يريحك هاتي. عايزه اقول لكم طعمه تحفه حلو جدا. وطبعا كنت هقفلها بس من جمالها مش عايزه اقفلها. ليه نشتريها من بره غاليه اهي، ما خدتش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. اشوفكم في اكله جديده من بيت ليلى واكلات نرمين، وباي باي.